هذا سائل يقول: بعض الرقاة يستعينون بالجن المسلم ويستدلون ببعض الآثار من الصحابة. مش يدريك أنه مسلم؟ ها؟ إذا قال أنه مسلم ولا قيلت أنه مسلم يكون مسلم؟ الله أعلم. يلبسون على الناس في هذا. هذا من ناحية. الناحية الثانية أننا نهينا عن الاستعانة بالجن مطلقا، أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، نهينا عن ذلك مطلقا. لا يجوز الاستعانة بالجن ولا الاستعانة بالأموات ولا الاستعانة بالغائبين، ما يجوز هذا. نعم.